بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم سادتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا علي، والذي نتناول فيه أهم مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي وردت في خطبته الافتخارية والتي عرف بها عن نفسه. في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى هذه الفقرة. يقول علي عليه السلام: أنا صاحب النقمات. ورد في روايات عديدة عن أهل البيت سلام الله عليهم بأن من يعادي علي عليه السلام الله سبحانه وتعالى سوف يبتليه بعذاب دنيوي قبل عذاب الآخرة. فهنا أمير المؤمنين عليه السلام يكون نقمة وعذابا ووبالا على من يخالفه وعلى من يعانده وعلى من لا يقر بولايته في هذه الدنيا. عذاب الله سبحانه وتعالى ليس مقتصرا فقط على الأمور أو على العالم الآخرة وعلى يوم القيامة، بل أن الله سبحانه وتعالى سوف يبتلي هذا الإنسان المعاند الذي لا يوالي عليا عليه السلام والذي لا يعترف بإمامته في الدنيا قبل الآخرة. نذكر من ذلك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنه قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، طار ذلك في البلاد، يعني شاع هذا الخبر وهذا الموقف في جميع أرجاء الدول وفي جميع أرجاء المدن. فقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان ابن الحارث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها. لاحظوا كأنه يريد أن يمن على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويريد أن يستكثر على النبي صلى الله عليه وآله بأنك يا رسول الله أمرتنا بهذه الأمور كلها ونحن أطعناك فيها، يريد أن يمن إسلامه على النبي صلى الله عليه وآله. ثم لم ترضى، كأن الأمر متعلق به صلى الله عليه وآله، كأنه أمر شخصي. لاحظوا نبرة الكلام وأسلوب الخطاب الذي كان يستخدمه هذا الشخص الجلف مع النبي صلى الله عليه وآله. قال له: ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام، وأشار إلى علي عليه السلام، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. فولى النعمان بن الحارث وهو يقول، لاحظوا لم يقبل ولم يرضى بهذا الحكم بعد أن علم بأن تنصيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو من عند الله سبحانه وتعالى، لم يسلم لذلك، لم يقبل ذلك، فولى وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بدل أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق لكي يرضى ويمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وآله، لا، دعا على نفسه بأنه إن كان هذا الأمر من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله مباشرة، هذه الفاء تأتي للسرعة، فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. فأنزل آية في القرآن الكريم تتحدث عن هذه الواقعة التي حدثت مع هذا الشخص. فلاحظوا هنا بأنه أمير المؤمنين عليه السلام خاطب وعرف عن نفسه بأنه صاحب النقمات، فهنا أشار أمير المؤمنين عليه السلام وبين ذلك بشكل حقيقي، بشكل واقعي على أرض الواقع، حيث أنزل نقمته وعذابه على هذا الشخص الذي لم يقبل وعاند ولايته. كذلك في موقف آخر يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حادثة أخرى، قال لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة، يذكرهما شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله.
أمير المؤمنين عليه السلام قبل واقعة الجمل أرسل أنس بن مالك إلى طلحة والزبير لكي ينقل لهما حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث كان حول النهي عن قتال علي عليه السلام، وأن قتال علي عليه السلام هو كفر وهو بمنزلة الذي يقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وبمنزلة الذي يقاتل الله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين عليه السلام بعث أنس بن مالك لكي يحذر طلحة والزبير عن الإقدام على قتاله. فقال: فلما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فلوى عن ذلك فرجع فقال: إني أنسيت ذلك الأمر، يعني امتنع عن القدوم إلى هؤلاء الأشخاص وإلى طلحة والزبير، وامتنع عن أن ينقل لهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، واعتذر بذلك بأنني نسيت يا أمير المؤمنين هذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله، ادعى وتعذر بالنسيان. فقال عليه السلام: إن كنت كاذبا لأنس بن مالك فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة. دعا عليه بالبرص، وفعلا بعد هذه الحادثة أصيب أنس بن مالك بعد دعاء أمير المؤمنين عليه السلام بالبرص، لأنه امتنع عن الإدلاء بشهادته للطلحة والزبير وادعى أنه نسي هذا الأمر. فهنا أمير المؤمنين عليه السلام أحل نقمته بهذا الشخص وأحل عذابه بهذا الشخص. فيقول الراوي: أصيب أنس بهذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلا مبرقعا، لأنه كان يستحي أن يظهر أمام الناس، فكان لا يخرج من داره إلا وهو يغطي، يضع ستارا، يضع قطعة من القماش على وجهه لكي لا يرى هذا البرص وهذا الداء الذي أصيب به نتيجة خذلانه لأمير المؤمنين عليه السلام. كذلك ورد في موضع آخر أن زياد لعنة الله عليه أراد أن يعرض على أهل الكوفة البراءة من علي عليه السلام ولعنه، وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله. هكذا أراد بعد أن استلم حكم الكوفة، أراد أن يصنع هذه الأمور. أراد أولا أن يعرض على جميع أهل الكوفة وأن يجبرهم على البراءة من علي عليه السلام، وأن يجبرهم على لعنه، وأن يقتل كل شخص يمتنع عن هذين الأمرين، كل شخص لا يقبل أن يتبرأ من علي عليه السلام أو يقبل أن يلعن علي عليه السلام كان يريد أن يقتله، كان ينوي أن يفعل هذا الأمر ويخرب منزله. فضربه الله ذلك اليوم، بعد أن نوى أن يفعل هذه الأمور ضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات بعد 3 أيام، وذلك في أيام معاوية لعنة الله عليه. فلاحظوا أيضا نقمة علي عليه السلام على هذا الشخص، بحيث أنه بعد 3 أيام في نفس اليوم أصيب بالطاعون، وبعد 3 أيام، لم تمضي 3 أيام إلا وقد هلك وانتقل إلى جهنم وبئس المصير. هذا طبعا شيء بديهي وشيء منطقي، بأن أمير المؤمنين عليه السلام يكون صاحب النقمات، وأن الشخص الذي يعاند عليا عليه السلام ولا يواليه ولا ينصره ويخذله في هذه الدنيا يتعرض إلى نقمة من الله سبحانه وتعالى، ويتعرض إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير دعا لعلي عليه السلام بهذا الدعاء، الذي ما من مؤمن إلا ويحفظ هذا الدعاء الذي سنقرأه عليكم. قال النبي صلى الله عليه وآله بعد أن رفع يدا أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. لاحظوا، دعا لمن يوالي عليا بأن يواليه الله سبحانه وتعالى، ودعا على من يعادي عليا بأن يعاديه الله سبحانه وتعالى. فكيف تتوقعون بأن الشخص الذي يتعرض إلى عداء من الله سبحانه وتعالى ينصب نفسه عدوا لله سبحانه وتعالى، كيف يكون مصيره؟ وانصر من نصره، دعا النبي صلى الله عليه وآله لنصر من ينصر عليا عليه السلام، واخذل من خذله،
ودعا على من يخذل عليا عليه السلام بالخذلان. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يكون صاحب النقمات هو تجسيد لما دعا له النبي صلى الله عليه وآله في يوم غديركم. كذلك ما ورد في هذا المجال وفي الخطبة الافتخارية لعلي عليه السلام، يقول علي عليه السلام: أنا صاحب اليمين. ما المقصود بصاحب اليمين؟ لاحظوا هناك روايات وردت في عن طريق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وعن طريق الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وكذلك في كتب غيرهم في كتب العامة، تؤكد على أن المقصود بأصحاب اليمين هم شيعة علي عليه السلام. أنا أقرأ عليكم بعض الروايات التي وردت في هذا المجال. هذه الرواية وردت عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: فسلام لك من أصحاب اليمين. ما المقصود بأصحاب اليمين؟ قال: هم الشيعة. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله: فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني إنك تسلم منهم لا يقتلون ولدك أو لا يقتلون ولدك. لذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن الشيعة بأنهم أصحاب اليمين، وكذلك عبر بأنه هؤلاء أصحاب اليمين يتعرضون سلام للنبي صلى الله عليه وآله من أصحاب اليمين، وهذا السلام بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله يسلم منهم، يكون في مأمن منهم، بحيث أنهم سيوالون عليا عليه السلام وسيوالون ولده ولا يتعرضون منهم بأي أذى أو بأي قتل أو بأي ضرر. كذلك ما ورد في رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أيضا في قوله عز وجل: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال أبو جعفر عليه السلام: هم شيعتنا ومحبونا، هؤلاء هم أصحاب اليمين. فعلى رأس هؤلاء هو أمير المؤمنين عليه السلام، وهو المصداق الأعظم لكي يكون صاحب اليمين ويكون شيعته أصحاب اليمين. كذلك ما ورد في هذه الخطبة المباركة، يقول علي عليه السلام: أنا نور الله الذي لا يطفى. أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عن نفسه بأنه نور الله، وهذا النور لا يطفى. كل شخص أراد أن يطفئ هذا النور، نور الله سبحانه وتعالى المتمثل والمتجسد بعلي عليه السلام، لا يفلح ولا يكون مصيره ناجحا في هذه الحياة. لا يمكن لأي شخص يعادي علي عليه السلام بأن ينجح في طمس هذه الحقائق وفي طمس هذه المناقب. وردت هذا القول في بعض الكتب التاريخية وفي بعض الكتب الروائية، أنه قال بعض الفضلاء وقد سئل عن علي عليه السلام فقال: ما أقول في شخص أخفى أعداؤه فضائله حسدا له، وأخفى أولياؤه فضائله خوفا وحذرا على أنفسهم، وظهر فيما بين هذين فضائل طبقت الشرق والغرب. شخص أعداؤه كتموا فضائله لأنهم يحسدونه ويعادونهم، وشخص كتم محبوه وأنصاره فضائله لأنهم يخافون على أنفسهم من القتل والبطش من الحكومات، ولكن مع هذا الخفية ومع هذا التستر على المناقب ظهرت له مناقب طبقت الشرق والمغرب، الشرق والغرب. كذلك مما ورد في موضع آخر بأنه كيف أن علي عليه السلام كان يتعرض إلى محاولات شديدة من قبل الحكومات الجائرة لإطفاء نوره، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أن يطفئ هذا النور لأنه نور الله سبحانه وتعالى. ورد أن معاوية لعنة الله عليه أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب علي صلوات الله عليه والبراءة منه، وخطب بذلك على منابر الإسلام، وصار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أن قام عمر بن عبد العزيز فأزال هذه السنة. وقال الجاحظ إن معاوية لعنة الله عليه كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللهم إن أبا تراب، لاحظوا الكفر الصريح من معاوية، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك
فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. كان يدعو على أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الدعاء، وكتب بذلك إلى الآفاق، فكانت هذه الكلمات ينادى بها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. فلاحظوا أن معاوية الذي كان يدعي بأنه على حق كيف كان ينكر وكيف كان يتقول على أمير المؤمنين عليه السلام بأنه ألحد في دين الله وأنه كافر والعياذ بالله، مع أن الإسلام بني وما قام إلا بسيفه سلام الله عليه. وهذا الأمر أشارت إليه السيدة زينب عليه السلام في مجلسها في مجلس يزيد لعنة الله عليه، حيث هذه الحادثة التي حدثت بين فاطمة بنت الحسين وهذا الشخص الذي كان يريد أن يستوهبها من يزيد لعنة الله عليه، وكان يريد أن يأخذها جارية. فقالت عمتي للشامي، تقول فاطمة عليه السلام فاطمة بنت الحسين: كذبت والله ولأمت، والله ما ذلك لك ولا له هذا الأمر الذي تريد أن تفعله بأن تأخذ بنت الحسين عليه السلام سبية وأن تأخذها جارية. فغضب يزيد لعنة الله عليه وقال: كذبتي والعياذ بالله، إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: كلا والله، ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها. لاحظوا هذا الشخص أعاد نفس منطق أبيه لعنة الله عليهما. فاستطار يزيد غضبا وقال: إياي تستقبلين بهذا، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، كما قال معاوية وكان يأمر أصحابه بأن يدعو على علي عليه السلام بأنه ألحد في دين الله والعياذ بالله. قال زينب عليه السلام: بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فلاحظوا بأنه مع هذه المحاولات ومع هذه المواقف الذي ما تعرض شخص في التاريخ كعلي عليه السلام إلى هذا الظلم وإلى هذا التهميش وإلى هذا الإقصاء وإلى هذا الإخفاء للحقائق كما تعرض له علي عليه السلام، وما تعرضت طائفة ولا قومية ولا أي أمة من هذه الأمم في التاريخ إلى هذا الشكل من التعذيب ومن القتل ومن الظلم الممنهج والقتل الممنهج سوى شيعة علي عليه السلام أو مثل شيعة علي عليه السلام، ولكن مع ذلك بقيت فضائل علي عليه السلام تملأ الخافقين، وبقيت راية الإسلام وراية الولاية خفاقة إلى يومنا الحاضر. جعلنا الله وإياكم من شيعة علي عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.